إذا نظر كل واحد منا إلى الفاروق عمر وهو يقول اللهم أنزل لنا شافيا وشفاء وأمرا شافيا في الخمر وكل ما يهلك الصحة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طب لما أنت عارف إن فيهم إثم كبير وفيه منفعة قليلة، طب أمشي ليه ورا الإثم الكبير؟ ما أنا أسيب الإثم الكبير ده خلاص، ما دام في واحد بيقول لك ده لو شربت الكاس ده ولا لو شربت السيجارة دي أيوة دماغك هتروق شوية ولكن هيحصل لك مصيبة في الكبد. لا يا عم مش عاوز دماغه تروق بس الكبد يبقى سليم. يبقى هنا فيهما منافع للي بيبيع ويشتري لناس قليلة، إنما مصيبة للي بياخدها. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيدنا عمر يقول لا أنا عاوز حاجة شافة يا رب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سيدنا عمر عاوز حاجة أخوة كمان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب عن شرب الخمر أو شرب أي ما هو مسكر. شفت ربنا حرم وقال فهل أنتم منتهون؟ انتهوا عن كل حاجة تهلككم، انتهوا عن كل شيء يهلك الشباب.